هذه كتبتها عن رفقاء السوء، فأنا كتبتها وأنا ماسك القلم، كنت محتار، فقلت بسم الله الرحمن الرحيم. أمسك القلم لكي أكتب ما يجول في خاطري، فأجدني مبعثرا أحتاج إلى إعادة ترتيب الكثير من الأوراق. قلبي الصغير ما عاد يحتمل المزيد من صدمات المحبين، بل أصبح يخفق بشدة خوفا عليهم من ذلك السوء الذي قد يعتري ما يملكونه من جمال. طهرهم ونقاء قلوبهم خط أحمر لا يقبل تدنيسه أبدا. تبا لكم يا رفقاء السوء، يا من تدعون الرفقة والصحبة وأنتم لستم سوى سوس ينخر في مفاصل كل صلاح. لا أعرفكم سوى جبناء لا تجيدون مواجهة أي شيء في هذه الحياة. همكم التخريب لإشباع وقتكم المزيف وعقولكم المريضة. سعادتكم ترونها في سراب يخيل لكم، وإلا فأنتم لستم سوى قذارة تستحق أن ترمى في سلة المهملات. أرجوكم، شوف أنا سبيت مثل ما قلت، أرجوكم اتركوا أحبابنا وشأنهم، لا تنقلوا إليهم عدواكم، لا تفجعونا بهم. وأنتم يا أحباب انتبهوا من رفقاء السوء دائما، ولا تتركوا لهم مجالا لتلوين بياض قلوبكم بالسواد. الله. آسف طولت. الله. كلام كبير والله، كلام كبير. ليت الناس يسمعون هذا الكلام بسهولة كت، ينشرونه في الانستغرام، ينشرونه في الواتساب. كلام كبير والله.